فمن ابتلي في فقدان الوالد فقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، ومن ابتلي في فقدان الولد فقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم معظم أبنائه، ومن أحس بالجفاء من أهله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طرد من مكة وهي أحب الأراضي إليه، ومن ابتلي في أو ابتلاه غيره بالإفك وبالإهانة فقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، وابتلي حتى أنه ابتلي في أن قالوا أنه ساحر فابتلوه في عقله، فليكن لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة من هذا الجانب. أحببنا أيها الأحباب أن نشارك جمهورنا الكريم بسؤال وفيه أيضا جائزة. السؤال هذا: من من أبنائنا وخاصة لمن أقل من 15 سنة يذكرون أجداد النبي صلى الله عليه وسلم العشرون وعشرين جد من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى العدنان؟ هذا الجدود العشرين هذه متفق عليها المؤرخين، اختلفوا في اختلاف بين من أخذ به وبين من أنكره ما بين عدنان إلى إبراهيم عليه السلام، وزاد الاختلاف جدا ما بين إبراهيم إلى آدم عليه السلام. إحنا وناه لي قادر والله لأنه إحنا ده نقرس في أبنائنا هذا الأمر هذا، وناه لي يجينا ويعدد لنا هذه 20 جد النبي صلى الله عليه وسلم وله مكافأة. شو كاين واحد يزيدون أربع سن من 20 سنة فأقل، مرة أقول له 15 أنا طلعنا هذه 20 من 20 سنة فأقل، ويناه ليذكرنا أجداد النبي صلى الله عليه وسلم حتى عدنان. جماعة أعطونا واحد ما نلقاوش ننتظر. من 30 سنة أنا زدنا في الله في العمر. بدل سؤال: ويناه اللي يذكرنا أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11، سجلنا حين 20 هذا قللنا درنا 11، وناه اللي يذكرنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة هذه 20 جد هذه راه العلماء يقول لك الواجب أن كل مسلم يحفظها زوجات النبي. ما كانت هاي من نبدلو سؤال سيدي، وين اللي يعطينا التشكيله تاع ريال مدريد اللي لعبت في الكلاسيكو في نهار 3 ديسمبر؟ يعطينا تاع ريال مدريد ولا تاع البارسا؟ هذه نلقاو ياسر هذو اللي ولو حافظينها، ولكن مع اجداد النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته ونحن ندعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، وماناش قادرين حتى به نعدوا اجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حول ولا قوه إلا بالله. نبدأ سادتي الأفاضل بتوزيع الجوائز على النصف، وإحنا رانا دائما نقولها الجوائز هي لا تعبر عن الشيء في صدر هذا الطالب، وإنما رانا هذا راه جهد مقل، وكما يقولوا قال لك الحكمة في سحنون مين في تعلق النون، الحكمة أنه كنفقروا ولاداتنا نشجعوهم على هذا الامر. اما القيمه فالامر او القيمه الحقيقيه هي عند المولى تبارك وتعالى، وهي يوم القيامه لما يلبس هذا الطالب والديه تاج الكرامه. هذا هو الاصل فيها، لانه ليحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يلبس والديه تاج الكرامه، وهذه اكبر هديه للمولى تبارك وتعالى له ولوالديه. عندنا مجموعه